السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله تاني يوم دورة الفراخ بتاعتنا، زي ما وعدتكم بإذن الله كل يوم هنصورهم، على أساس برضو الناس اللي هي حابة يعني اللي هي جابت تمشي معايا بإذن الله وتعرف كل يوم بنعمل إيه. لسه ما جابتش وقلت لكم برضو يا جماعة، اللي لسه ما جابش هينهض يجيب معانا تاني يوم برضو وهيتابع معايا. تمام، امبارح قلت لكم الفرخ كان ب 8 جنيه، وفي ناس برضو بعتت في الكومنتات قالت الفرخ بكام، بالرغم من ان انا قايله السعر. الفرخ يا جماعه امبارح كان ب 8 جنيه، انما النهارده الفرخ ب 9 جنيه. تمام، هو شكله كده كل مدى في الزياده علشان تكونوا عارفين، فالناس اللي هي لسه ما جابتش تلحق وتجيب، لان الفراخ يا جماعه الايام دي عليها يعني اقبال شديد، فلان طبعا كل الناس خارجه من رمضان وخلاص، اللي كان عنده حاجه خلاص خلص بقى وهيبدا يربي من جديد. فنصيحتي لكم يعني اللي ما جابش يبدا ان هو يجيب، لان السعر كل مدى في الزياده. تمام، انا عن نفسي كنت رايحه اجيب النهارده، يعني كنت عايزه اجيب كميه تانية النهارده كده، لان قلت 20 فرخه مش هيكفوني، كنت عايزه اجيب كمان عليهم 10 بمعنى اصح، فلقيت ان السعر زاد، لقيته ب 9 جنيه، فانا قلت مش مشكله اربي الدفعه ديت كده معاكم، وبعد كده ان شاء الله هحاول ان انا اكبر في الكميه شويه. والسبب خلي بالكم كمان، يعني انا السبب اللي خلاني جبت الكميه ديت ال 20 فرخ دول، بس طبعا انتوا عارفين ان الجو حار، وانا بربي في البلكونه، بربي في البلكونه لغايه ما يعني لغايه عمر الذبيح، مهما كانت برده البلكونه ضيقه، فانتوا عارفين الفرخ في الحر بالذات الفرخ الابيض محتاج المكان الواسع، فعلشان كده انا ما رضيتش اكتر. فكويس، يعني انا كنت رايحه النهارده اجيب 10 كمان، قلت يتربوا مع بعضهم، فلما لقيت زاد قلت لا هرجع بقى اجيب دفعه ثانيه وخلاصي، بعد ما اخلص الدفعه ديت ابقى ارجع ازود في الدفعه الثانيه وخلاص. تمام، حبيت بس اقول لكم المعلومه ديت على اساس ان يا جماعه الناس اللي هي قاعده وساكته تحاول ان هي تبدا وتجيب. فالنهارده ان شاء الله يا جماعه هقول لكم باذن الله هنعمل ايه، واللي لسه ما حطش لايك بقى يعمل لايك، ويلا بينا عشان نشوف هنعمل ايه لتاني يوم. طبعا كده كالعاده يعني امبارح انا استقبلتهم على ايه وقلت لكم انا بستقبل على ايه، الكلام ده يا جماعه عشان الناس اللي هي لسه بتشوفني وما شافتش الحلقه بتاعت امبارح. بنستقبل طبعا على محلول، وقلت لكم في الحلقه بتاعت امبارح مواصفات الفرخ الكويس اللي انت ممكن تجيبيه وتربيه. تمام كده، فالنهارده ان شاء الله بقى انا حاولت ان انا اصورهم في الحاجه الواسعه ديت، طبعا عندي تشت صغير كده واسع، فما رضيتش اصورهم في الكرتون، انا عندي الكرتونه وحاطه لهم طبعا نواسه زي ما قلت لكم وشرحت لكم في الفيديو اللي فات. الكرتونه يا جماعه الفراخ البيضة ما بتاكلش وتتحبس، الفراخ البيضة دايما بتيجي من اول يوم لغايه اخر يوم بتفضل تاكل. فعشان بس كان في حد سال امبارح يا جماعه في الكومنتات، كان قال لي يعني ينفع ان انا افصل اللمبه بالنهار واعيدها بالليل؟ بس على حسب الجو عندك او على حسب رطوبه الجو عندك. لو انت عندك حاسه ان الجو برد والفراخ كامشانه كده وسقانه على بعضها، ادلهم اللمبه على اساس ان ايه تزود الحراره عندهم شويه. حاسه ان الجو حر وهم مش محتاجين وبياكلوا بروحه وبيجوا مفرفشين، خلاص افصلها عنهم، بس من الافضل وهم لسه عمر يوم كده يعني تقدلهم النواسه، نواسه صغيره جدا، وتسيبي نص المكان مكشوف والنص الثاني بيكون قافل عليه، لان يعني الايام دي يا جماعه في نسبه يعني في نسبه بروده شويه في الجو، حتى بتبان اكتر بالليل، فاحنا ناخد بالنا من الموضوع ده بالذات. برده الفراخ الكبيره يا جماعه، الناس اللي هي بتربي فراخ كبيره تاخد بالها من النقطه دي كويس جدا. تمام، تعالوا بقى كده نشوف انا هعمل لهم ايه. زي ما انتم شايفين كده انا حطاهم هنا اهو علشان اعرف اصورهم لكم، ولسه برده بحط لهم علف بادي اهو عشان الناس بس يعني اللي هي لسه جايبه جديد، ده يا جماعه علف بادي تركيز 23%، اي نوع علف كويس زي ما قلت لكم. برشلهم كده وقت على الارض شويه على اساس بس ان هم يعرفوا ينقرهم، واعرف ان شاء الله اصوره لهم. اما الوعي بتاعتهم بقى اللي هي السقايه والعلافه بتاعتهم، ده بحطها في الكرتونه بتاعتهم على طول بياكلوا، وبقل لهم النواسه، وبتبقى النواسه قايده يعني بقيدها لهم بالنهار، لو الجو حر عليهم بكشف لهم الغطا خالص، بكشف لهم الغطا خالص على اساس يعني ايه يبقى الجو معتدل بالنسبه لهم كده. وبالليل ده شيء طبيعي وشيء اساسي ان انت تقيد لهم النواسه، وبتغطي نص الكرتون وتسيب النص الثاني مكشوف لو يعني ايه لو الجو حلو شويه عندهم. تمام، فدلوقتي يا جماعه انا جايبه لهم دواء استئذان، لان طبعا الفراخ البيضه بالذات او الفراخ وهي لسه صغيره كده عمر يوم محتاجه دواء استئذان، محدش يقول لا ده الفراخ انا هربها من غير ادويه خالص ويطلع ناصح كده، لا يا جماعه انا حاولت ان انا اجرب التجربه ديت وما نفعتش معايا. انا عارفه في ناس هتقول طب احنا ايام زمان كان ست وستك وامه ومش عارف ايه والكلام ده كلته كانوا بيربوا من غير ادويه من غير اي حاجه، هقول لك يا جماعه انتوا كان عندكم حق، زمان حاجه ودلوقتي حاجه. دلوقتي فانا جيت اعمل التجربه ديت، فيعني للاسف مات مني فرخ وحسيت الفرخه تتعب معايا. تمام،
فاحنا من اول يوم كده او من تاني يوم، من تاني يوم بمعنى اصح زي النهارده كده، بنستعمل دواء استقبال. فالنهارده يا جماعه جبت لهم دواء استقبال، تمام كده. وانت جي وانت يعني من اي مكتب او انت بتشتري منه فراخ او من عند بيتر وانت بتشتري منه فراخ، بالمره كده قول له انا عايز دواء الاستقبال، عندي مثلا انت شاريه منه كام فرخ، هيديك على قد الفراخ اللي انت شاريه، تمام كده. اهم حاجه يا جماعه دواء الاستقبال في بدايه الفراخ خالص، عشان الفراخ تمشي معاك كويس ومظبوطه. قلت لهم دواء استقبال بالطريقه ديت هتضمن لي الفراخ ما شاء الله هتمشي معاك كويس، ما فيش فرخه هيموت منها، دي اول حاجه. فانا برده اقول لكم علشان الناس اللي هي بتجيب، مش شرط ان انت تجيب من عند دكتور ولا حاجه. انا جايبه لهم يا جماعه دي احماض امينيه، هي زي ما انا بجيبها كل مره كده، دي احماض امينيه وفيتامينات، تمام، احماض امينيه وفيتامينات ببلد سنتي كده على ايه، على رطل ميه، سنتي على رطل ميه 12 ساعه، يعني بدي من دوت سنتي على رطل ميه 12 ساعه. ودوت اللي انتوا شايفينه ده، ده يمكن انا حاطه منه اهوت، انا فاتحه الكيسه حطيت لهم منه النهارده، ده اموكسي، اموكسي وكلوستين، تمام، الاثنين بيبقوا بودره وبتقلبوا على بعض، الدكتور حتى هو اللي بيقلبه لي، وبتدي منه برده 12 ساعه، يعني احنا بندي 12 ساعه من الدواء الاسمر دوت اللي انتوا شايفينه دوت و12 ساعه من ده لمده 5 6 ايام بتدي الفراخ منه. بعد اسبوع بقى ان شاء الله زي ما قلت لكم بنبدا نعمل الخلطات بتاعتها. احنا ان شاء الله كده من عمر تاني يوم بنبدا نحط لهم العلاج ده يا جماعه. العلاج دوت يعتبر بس كمضاد حيوي وكده، ان هو بيحصن الفرخ معاك، ما يخليش الفرخ يتعب، تمام كده. احنا عرفنا تاني يوم بنحط ايه، وقلت لكم على شويه حاجات برده مهمه لازم كلتنا يا جماعه ان احنا نتبع، واهم حاجه التدفئه للفرخ، ما نقولش ان الجو مثلا يعني حر ولا حاجه واسيب الفرخ، لا، الفرخ لسه ضعيف لسه عمر يوم، ده يعني برده يعني ايه، مهما كان لو الجو برد بيأثر في الفرخ. فاحنا على طول يا جماعه بنحط نواسه، وممكن انت تسيبها طول النهار عشان برده ما يبقاش في لخبطه ولا حاجه، ممكن تسيب النواسه ايدينهم طول النهار، لان بالنهار برده بتحس ان في يعني ايه، تحس ان الجو فيه نسبه يعني بروده شويه. النواسه بتاعتك صغيره، الكرتونه بتكون واسعه، وسيب الكرتونه مفتوحه. باجي بالليل بقوم مغطيه بس نص الكرتونه ونص الثاني بيكون مفتوح، دي احسن حاجه وافضل حاجه تكون الحراره معتدله معاك، علشان مثلا ما نقولش طب اعرف ازاي ان هم يعني سقعانين او اعرف ان هم بردانين او الكلام ده كله، اعملي زي ما انا بقول لك. فبنحط الدواء الاستقبال زي ما قلت لكم كده من ثاني يوم. وخلي بالكم يا جماعه برده مش شرط ان احنا يعني نعمل خلطات من عمر اسبوع، حابب ان هو يبتديها من عمر اسبوع ماشي، وبرده ان شاء الله هنبتديها من ثالث يوم للفرخ، يعني باذن الله النهارده ثاني يوم لهم، انا مش هحط اي خلطات ولا حاجه، ومن بكره باذن الله هنبدا برده نعمل خلطات على العلم. وهنسيب برده العلاج شغال معانا اللي هو التحصين شغال معانا، مش هنحط اي حاجه في الميه خالص، كل اللي احنا هنعمله هنعمله على العلف، ده هيخلي الفرخ ما شاء الله ماشي معاك كويس جدا وماشي معاك سريع بالطريقه ديت. علشان الناس اللي هي تقول طب احنا هنبدا من اول يوم كده نحط علاج، انا مش عايزه الفراخ بتاعتي تبقى فيها علاج والكلام ده كله، هو بس يا جماعه انتوا عارفين طبعا الوصفات بتاعتي، يعني انا يعني القناه بتاعتنا مشهوره بس بالوصفات، ما بنحطش اي علاجات تانية ولا حاجه، بس هو اللي انا يعني انا بقول لك حافظي على الفرخ بتاعك بدواء الاستقبال بس من اول يوم، على اساس الفرخ ما تموتش منه، يبدا الفرخ معاكي ماشي صحته كويسه من اول يوم. تعالوا بقى نشوف الفرشه اللي انا بفرشها في الكرتونه، نصيحه مني يا جماعه، يا اما تفرشي تيب، تفرشي تيب، واي نعم انا فرشه بس ايه يعني حته قماشه كده، بصور لكم بس الفراخ من تاني يوم، بس بصور لكم في قلب الطش دوت، بس المفروض يكون الكرتونه فيها نشاره، ما عندكيش نشاره حطي تيب، اي حاجه من الاثنين دول. اما الناس اللي هي بتقول انا بحط رمل، بلاش يا جماعه رمل في اليومين دولت، عشان اليومين دولت الرمل هيجيب لهم رطوبه هيسقع الفرخ معاكي، تمام. فده كان الفيديو بتاعنا بقى النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، واللي وصل معانا المقطع دوت ما حطش لايك يا ريت يحط لايك، شيروا الفيديو، استنونا بكره باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.